بس يعني بالنسبه لي يعني من الناس المقربين جدا القلب والعقل والمشي يعني من الناس على عطاء وراجل على خلق رفيع وعامل كواليتي اشورنس بتاعت البايب بتاعته دياليسيس مش موجوده في اماكن جمعيه كثيره. فهيتكلم النهارده على ديستربتيف ديسوردرز ان جاز عنوان يخض شويه بس تقدر احط مقطع منه. تفضل. شكرا. هم خلص خطر في الأخر ونصف الدرجة العشرة. هو الموضوع النهاردة موضوع شائك جدا وإحنا في خلال الممارسة بتاعتنا الطبية بنجد دايما نشتغل في مستشفى نتفرج بنجد إن أصعب قسم في الصعب استشهاد بتاعت النتفرج الدايسيز يونت ودايما في حاجة بتخليك تنفر من العمل فيها وفي مواقف كتير الواحد بيعدي عليها ويشوفها وتعلم منها اكتر من اول بيتعلم منها يعني ما يصح المريض لا يصح الاخر لغايه لما جه مريض تاني حاله كانت شيزوفرينيا والحاله دي احنا مشينا في الجايد لاينز اللي هي بتحكم الشخص الوايز او الشخص اللي هو ما عندوش اعاقه ولما بدانا نشتغل بالطريقه العاديه وجدنا ان الكلام ده مش مناسب ليها احنا للاسف ما عندناش حاجات كتير قوي يعني كان انا والدكتور حسين والدكتور اسامه بنتكلم في الريجستر ما عندناش كمان برضه ما فيش لائحه قوانين بتحكمنا في الشغل يعني طارق بيقولوا اسامه اعترض عليه اي شخص اخر يبقى ما فيش عندنا حاجه بتحكم العمل بتاعنا بحيث نضيع حاجه اسمها الكونفليكت دايما الدكتور في كونفليكت مع المريض او مع الريلاتيفز بتاعته مش هطيل وهخش في الموضوع على طول. احنا التايتل بتاعنا النهارده ديستراكتيف ديس اوردرز اند دايس بيشن هنتكلم انتروداكشن اباوت الظروف ده الست قدام العيانين. هل في بعض الكرايتيريا تميز وحده الغسيل عن بقيه الاوت بيشنت كلينك؟ ايه سبب كونفليكت ده؟ سبب كونفليكت يعني صراع او في دايما في شد وجذب يعني. هل الكلام ده الصراع للصراع ولا بيبقى في ميديكال كوز؟ لا في ميديكال كوز للكلام ده. في حاجه بنغفلها وانا ان شاء الله بنطالب دايما احنا لازم نعمل ابجريد وابديت في النولج وفي المواد الدراسيه وانا بقترح من خلال المحاضره دي ان لازم يبقى في كوز سايكاتري دكتور النفرولوجي بس مهم جدا. وبرضه هنتناول بعض الانكزايتي والديستراكتيف ديس اوردرز وفي كل واحد غسيل المفروض يبقى فيها يونت اسمها ديفيوزنج يعني فض المنازعات اللي بتحصل ما بين المريض او اهل المريض والاسقاط الموجود في وحده الدياليسيس وبعد كده بيطلع دور هيتفصل دور هو هيعمل تيرمن للدور للميديكال دايركتور ويبقى الريسبونسبيلتي بتاعته ويقول فينش مستمر. البيشنت with chronic kidney disease عندهم numerous psychosocial disorders. وده بسبب الافكت بتاع الديزيز نفسه، الالنس نفسها اللي موجود والتريتمنت اللي بياخدوا لها سايد افكتس. في كمان function limitations وفي sexual dysfunction وفي dietary restrictions. عامل يقول له تاكل ما تاكلش ده في حاله صراع في الاخر هو ياكل ايه؟ في تايم كونسترينز ان المريض ده يعني وقته ضايع 12 ساعه في الاسبوع بيروحهم وكمان في شيء مهم جدا هو الفيلو تيست. في بعض المارتال كونفليكت في ستريند انتر بيرسونال ريليشن شيب مع الفاميلي مع الادمنستريتيف اوف ميديكال بيرسونال في سوشيال ايكونوميك كونسيرن ريجاردنج الكوست بتاع التريتمنت والان امبلويمنت. في ناس كتير جدا وانس دخل في انستيجيا ديزيز فقد شغل. طيب دي حاجه خاصه بالمريض. طب وحده الغسيل ما يفرقها كاوت بيشنت عن اوت بيشنت العاديه اذا كان جراحه بطن اطفال زي ما احنا شايفين كده المريض بيروح لوحده الغسيل ثلاث مرات في الاسبوع كل مره حوالي اربع ساعات 12 ساعه. السيرفس ما بين البرايفت ما بين الكلينك العاديه عاده الكلينك العاديه الدكتور مع المريض لكن انت هنا بيروح بيلاقي مريض مع مرضى مع ستاف بيشتغل
القصه انا مختلفه تماما. وفي ريسك موجود وفي حاجات كتير جدا جدا بتخلي ان الاوت بيشنت دايلس مختلفه عن الاوت بيشنت في الكلينك العاديه. ايه سبب الصراع اللي ممكن يحصل؟ اول حاجه نون ادرس، المريض مش عايز يلتزم بالقواعد اللي انت حاططها. كمان في منتال هيلث وفي سبستانس ابيوز، في عندنا برضه كالتشر وريشر، يعني الشخص اللي جاي من مدينه غير اللي جاي من قريه، اللي جاي من مناطق راقيه غير الجهه الفقيره، ولكن في الاخر هو كله تحت تايتل مريض، دول بيتجمعوا في مكان واحد مع اختلاف الثقافات، ستايل اديوكيشن بيختلف، واحد متعلم واحد مش متعلم. وده كومبلكس انفايرمنت زي ما اتفقنا، ان انت في عندك في كذا حاجه في المكان، لو ميه في مكان بسيط، في تمريض، في دكاتره، كل واحد معاه لسته من الخدمات المفروض يقدمها. موضوع الكوميونيكيشن بقى، في شخص انت جاست انك تبص له اوبي يور اوردرز، واحد لازم يتزعق شويه، واحد لازم تتصارع معاه عشان يتفاهم معاك. فدي نقطه مهمه جدا، الناس بتختلف على حسب الجريدز بتاعها في قصه الكوميونيكيشن. طيب في ميديكال كوزز، اي في ميديكال كوزز، ودي مهمه جدا، ان لما تلاقي ان المريض معاه في صراع او مش مطور معايا، لازم ندور على حاجات زي الدراج والالكول ابيوز، واحنا عندنا قانون مش بالذات في الناس اللي هي بيزبن الجوب بتاعها. لو هو عنده سايكولوجيكال ديس اوردرز، لو في بياخد ادويه لها برضه بعض المضاعفات، او لو هو بيبقى سفرنج فروم انديكول دايلسيس، او عنده هايبر كالسيميا وده غالبا بيكون ايكروجينيك في الشغل بتاعنا، او في عنده ستراكشر ليجنز، عنده سب بيورال هيماتوما، او لو هو عنده سيس. دي بص والميديكال كوز، يعني لما يجي لي عيان في حاله صراع بخش زي ما قال امبارح، عرفت ان هاو تو ديل وذ انجر بيشنت، هاو تو ديل، يعني دي من ضمن حاجات الكوميونيكيشن لازم الدكتور يبقى واعي ليها دي. مش كل موقف عدواني هاكل بعدوانيه يعني. طيب انواع الكونفليكت اللي ممكن تحصل وايه ضررها على الناس اللي حواليا، يعني واحد يعني ما عندوش ادهرس، ايه اللي هيحصل؟ المشكله عنده هو مش عندي انا. في بعض من التصرفات، في مريض بيسرق من وحده، فدي هنا بيسيب الفاسيلتيز وبيسيب الاخرين، ودي شفناها ما نستغربش منها. في برضه قصه ما معاش فلوس، يبقى كده بيأثر على المؤسسه اللي هو فيها، ابيوز لاي حاجه، كلام بالثريت، بالحاجات اللي زي كده كلها بتسيب الاخرين اللي موجودين معاه. في فيزيكال ثريت، في عيان فيزيكال هارم، في عيان بيضرب، في عيان بيتطور على الناس اللي بيشتغلوا، في عيان بيهدد كتير جدا بنسمعها، طب هستناك لما تخرج، طب مش عارف كذا، الكلام ده بيحصل. نتكلم بقى عن المريض بتاع السيكي دي بيعاني منه فعلا، ممكن ديبريشن ده موست كومن، سايكولوجيكال ديس اوردرز في الدايس بيشنت، ولما اتعمل ميتا اناليسيس على عدد من المرضى حوالي 46,000 وجد ان البرسنت بتاع الديبريشن 37%. طب الديبريشن حاجه مهمه ايوه، لان السيكتور اللي هو ديبريست ده بقى فيه عنده انكريست موربيديتي ومورتاليتي. وكان الهازارد ريشيو لما اتعمل دراسه على 21,000 مريض كانت حوالي هازارد ريشيو عندي كانت 1.5. برضه مهم جدا ان انا لما اقول عندي بيشنت تشخيص مش سهل، لكن الاول لازم اتاكد ان عنده ما عندوش ميتابوليك او الكترايد ديس اوردرز، يبقى جدا ما هوش انادابول دايليسيس، ما هوش ما عندوش هايبوناتريميا او هايبرناتريميا، ما عندوش هايبو او هايبر كالسيميا. دي حاجات لازم اشيلها الاول. ما يبقاش هنا ليكويد دايليسيس، لان بعض الحاجات اللي هي تميز البريشر موجوده في هنا ليكويد دايليسيس. وبناء على ذلك ان كمان في مشكله عندي في المريض اللي هو في الريسك، ودي حصلت معانا في اخر مرور في المستشفى. انا اتكلمت قدام الجروب اللي ماشي معايا، قلت لهم المريض، قلت لهم المريض ده ريسك، المريض ده اسخن دكتور وفهم الكلمه، طبعا زعل جدا وهو عنده حق. انا لو كانت قصه يعني تسمح انا كان ممكن اعتذر، بس انا خشيت ان انا لما اعتذر ما اظهرش بعض قدامه، لان هي طبعا قصه ديبريشن انت كده معنى كده ان في عندك سايكولوجيكال، انت هنا دخلت في ستيجما بتاعت المنتال اللنس. احنا الديبريشن عندنا يعني جنان؟ لا هو مش جنان، ده مرض، كود بي تريتابل مش مانع يعني.
فبالتالي هنا الموضوع ده مهم جدا، ولازم الواحد يكون حريص في التعامل بتاعه مع المريض، وبقدر الامكان ما يستخدمش ميديكال كابس. لما اشخص ديبريشن يبقى في عندي شويه حاجات كده محطوطه في الاعتبار، ولازم يكون وقت كافي. يعني واحد النهارده انا زعلان بس بكره كويس، يبقى ده مش ديبريشن. فالقصه هنا المفروض تستمر لاكثر من اسبوعين، ويكون في شويه اعراض انا هذكرها معلش. يعني مثلا لازم عنده بريس مود وسط الزيت، عنده دماغ انترست في الاكتيفيتي العاديه، يا بيزيد في وزنه بيخس، كمان عنده الستيب بادن بيتاثر، يا بيزيد قوي يا بيقل قوي. الحاجه الثانيه كمان عنده سايكو موتور ريتارديشن، عنده احساس بالارهاق فتيك، وعنده احساس دايما بتأمين الضمير او الورسلسنس اللي هو يعني شيء مش مهم يعني او تفاهه يعني، ومفيش عنده تركيز، ودايما عنده نوبات ان هو ياخد قرار في الانتحار. لما هجمع خمسه من الحاجات اللي زي كده انا كده بشخص ديبريشن. جماعه بتوع السيكولوجي عملوا حاجه اسمها بيك ديبريشن انفنتوري، وده عباره عن زي سكرين او سكور، وبناء على السكورز والديجريز بتاعتنا انا بشخص اذا كان هو نورمال او مينيمال او عنده مودريت او سيفير ديبريشن على حسب السكور اللي قدامكم. في بعض القواعد الخاصة بالعلاج بتاع الدبريشن، المفروض ان انا هنا ان انا العلاج يستمر لفترة طويلة، ان بيستجيب اكتر من 75%، الفيلير بتاع التريتمنت غالبا بيكون انادكوت دوزن، واحيانا بنحتاج لحاجة اسمها الكترو كومبالسيف ثيرابي. الافيلابيلتي بتاعت الانتي ديبريسنت ثيرابي، وان يو كان نفرولوجي دكتور يو كان بريسكرايب. عندنا في ثلاثه جروب، في جروب اللي هو الرئيسي اللي احنا بنشتغل عليه، وده الميزه بتاعته ان هو هيباتيك كليرنس ما هوش رينا، وبرده الادفايز ان احنا ما نستخدمش فول دوز مع الجروب بتاع الرينا بيشنت، واللي هو سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز. طبعا الجروب الثاني اللي هو كان تراي سايكليك انتي ديبريسنت، ده ملوش لازمه له مشاكل وله مضاعفات. كمان في ميزه بالنسبه لل السيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز، ان هو بيعالج بعض الحالات زي البوشر اند ريسك هايبرتنشن، ودي الاسماء اللي موجوده في السوق. النوع الاخير اللي هو كان سيلكتيف نور ابنفرين ري ابتيك انهبيتور، ده مستحسن ان احنا نستبعد عنه لانه مشاكل كثيره، لان هو رينك اكسكريت. المريض برضه بتاع الدايسيس بالذات السيتو اللي هو الجروب اللي هو الاولد ايج اللي هو اباف 60 او اباف 55، يبقى في عنده دمنشيا، والدمنشيا بتاعتنا انكلود الزهايمر، باسكولار دمنشيا، دمنشيا وذ نيو بوتس، وفرانكو تمبرال دمنشيا. ووجدنا ان الدمنشيا دي موجوده في السن، لما اتعمل دراسه على 338 مريض وجد ان السن فوق 55 سنه، وجدنا الدمنشيا موجوده بهيت يعني هيت عالي مش قليل، وده كانت منشوره في 2006. برضه عشان اشخص ديمنشيا المفروض ان انا الاول اشيل برضه نفس الكلام اللي احنا قلنا عليه، ما يبقاش عنده ريمت، ما يبقاش عنده ترايك او ميتابوليك ديس اوردرز. وفي بعض الادويه اللي هي بالذات بيبقى ليها رينال اكسكريشن، والميتابوليتس بتاعتها بتظل في الدم عندنا بتعمل افكت على السي ان اس، المفروض ان انا اعملها اكسكلوجن، وبرضه لازم اكسكلود اني ستراكشر ليجنز زي السب ديورال هيماتومز. الديمنشيا طبعا زي ما احنا اتفقنا دلوقتي، في بعض الادويه اللي هي الكومن قوي معانا اللي هي زي الانتي ميتيك ثيرابي زي الميتوكلوبرامايد، وبعض الادويه زي الاوبيس. وفي مريض عندي كنا بنانو جابابنتين، بس مش انا اللي كاتبها، كان كاتبها الدكتور اللي هو بتاع النيورولوجي، وكان مديله فول دوز. العيان كان جاي في تقريبا شبه انفيوجن في شكل غير عادي، اللي اداله فول دوز. طبعا لما رجعنا الدوز بتاعتنا تقريبا احنا بناخد ربع الفول دوز او اقل من ربع. برضه في بعض الحاجات، طبعا احنا دلوقتي الحمد لله وحدات المايه بقت افضل من زمان، كانت في مشكله زمان بتاعت الالمونيا، كان في مشكله ان احنا بنستخدم الاسيد بيس، كان ده في الفوسفس بايندر كان دايما الالمونيوم هيدروكسايد، وده كان بيعرض العيان عندنا للالمونيوم توكسيستي. طبعا المانجمنت بتاعه الكريتنج ايجنت بتاعه ديسفولوكسامين، وده بنبيع على الدارس في اخر السيشن يعني.
كمان برضو الحالات اللي هي عندها انيميا، الانيميا برضو العين اللي هو سيفير الانيميك ممكن يكون برضو عنده سام سورت اوف ديمنشيا. الدلاريوم برضو موجود عندنا في الجروب ده، يبقى احنا كده بنتكلم على الدبريشن على الدلاريوم على الديمنشيا. برضو نفس الكلام ونفس القصه عندنا، برضو لازم استوعب ان في ادويه ممكن تؤدي الى ذلك. الدايسيس بس الكلوريوم، وده لما يكون العيان جاي في حاله اكيوت وابدا معاه اجريسيف دايسيس. وعشان كده احنا دايما فيرست سيشنز لازم بنسميها سوفت او جنتل سيشنز، نعتمد ان العيان بيغسل تايم يكون قليل، ويكون حتى ايفن البلاد بامب تكون قليله، عشان القصه بتاعت الديس اللي هي بترجع اخر مانسيشن بتاعتها لبرين ديما. برضه في بعض الحاجات اللي بتحصل على الكالسه ممكن زي الانترا او الانترا ديتك هايبوتنشن وهايبرتنشن، او بعض الالكترولايت ديس اوردرز زي الهايبر كالسيميا والهايبو كالسيميا ممكن تعمل ديلاريوم، او فيتامين ديفيشنسي بالذات الووتر سيرول زي الساينت. السيجرز اللي ممكن تحصل، وبرضه بيكون عيان عنده سيجرز وممكن لخبطنا مع الديلاريوم. التريتمنت طبعا بيبقى بيعتمد ان احنا ممكن استخدم اورال او بارنترال هالوبريدول، وده ميزته ان هو الهيباتيك سكريشن ما هواش رينال، وطبعا وي هاف تو افويد البنز بايزابين جروبز. دي الحاله اللي انا جت في الكلينك، وهي كانت في ميل بيشنت، وكان الست 30 ييرز اولد، وكانت مبعوثه بالتشخيص بتاعها كان سكيزوفرينيك وديبريشن، وكان منتر ريتارديشن، وجايه لنا التحاليل دي كلها بتقول ان هي كرونيك بانكيمارينا ديزيز او كرونيك كيدني ديزيز ستيج 5، والسونار بتاعها كان ديكومنت هذا الكلام. فدول طبيعي جدا طبعا، السونار زي ما احنا شايفين اطراف الكيدنيز، وكانت هايبر اكوجينيك، وكان في مور كورتيكو ميدالي ديفرنشيشن. والبلان بتاعنا مشينا على الفاير بلانز اللي هي موجهنا كيديجو، ان احنا بدانا نعمل الكتف فيسترو، كان سهل جدا الجراح يعملها، نعملها اندر جنرال انستيزيا. لكن الدايلسيس بعد كده قررنا ان هي عندها ماتيور فيسترا، ما كانش ممكن حد يقرب لها خالص، وكان الدايلس من خلال الجرنر الكرنال جرنر كاستر. وكانت من التمس منها ان هي بتشيل الابر وبتشيل اللاينز بتاعتها خلال الجلسه، وطبعا ده بيعرضها للخطر وبيعرض الممرضه والمرضى اللي حوالينا للخطر. كمان هي كانت بتحتاج مش ممرضه مثلا لكل ثلاثه مرضى زي ما احنا ماشيين، لا ده كان حواليها ثلاثه، واحتاجنا برضه يبقى في حد معاه ستر. وقصه ان انا ندي حاجه للسيدتيفز طبعا في الاول بيشنت كانت ما هياش زي الهوسبيتال، لان قد تتعرض لسليبلس او حاجه زي كده، وانت محتاج تروحها بعد الجلسه. فقصه ان انا ادي حاجه سيدتيفز او حاجه هيبنوتيك ما تنفعش، وكان الديسيجن هنا هل احنا هنكمل غسيل ولا هنوقف؟ هل هتكمل غسيل لواحده منتر ريتاردد ولا هتوقف؟ ما عندناش قانون يقول، عشان ما اعرفش القرار ده ما حدش اخوها محامي، والاسره ممكن تقتص منك ترفع قضيه عليك، لكن هو ايثيكالي هنشوف بعد كده الناس في امريكا عملت ايه. دي صوره المريضه عملت مصورها عشان دي الترايلز بتاعت الفيسترا، طبعا الفينز واضحه، لكن المشكله ان المريضه نفسها بترفع الابر بتاعها. برضه هناخد حاجه كده من امريكا برضه، وهنشوف هم عملوا معاها ايه، وده الفرق ما بين الدول اللي فيها نظام وفيها قوانين، والدول اللي هي بدون قوانين ومفيش فيها نظام. ان كان في مريض عندهم ديسكابتر للفاسيلتيز والستاف اللي معاه، والمريض كمان كان يعني عنده روح كريهه وبيحضر زي بيحضر عفاريت على الدنيا وكلام من ده، وكان بيدعي اتصل مره هو خلال الجلسه بالبوليس وقال ده في انثراكس، ده طبعا ما يكون شديد جدا على الكرسي. والبوليس طبعا ازاي عندنا بص عندنا بيجي على طول اول بيصدق كلام العيال يقول مبارك الدكتور، يعني ما اعرفش ايه القصه في الموضوع زي كده. برضه كان عنده عدوانيه شديده جدا، وبدا يهدد الناس، طبعا الناس هناك بره عندها قدره ان هي ترفع السلاح، فكونه بيهدد ده يبقى شيء سيريس. مره مرات اتدلع على المريض، المريض ده فتح المكنه بتاعته ولعب فيها عشان يبوظها، وان كان الهيد نيرس اللي معايا الكلام ده مش مظبوط، وبعد كده قال لا ده كمان ده حاطني سم في المكنه. طبعا هنا القصه زي ما اتفقنا مختلفه، ان في ستريت موجود على الستاف وعلى المرضى اللي حواليه،
فكان قرار من ميديكال دايركتور اللي احنا بنفتقدها في الاماكن كتير عندنا انه خد قرار انه يعمل ديسشارج العيان ده. القرار ده ما اتخذش عفوي، لا. هناك في امريكا في حاجه اسمها ريمان بيزيشن اسوشيشن، ده بيبقى مجموعه مختصات بيقعدوا مع بعض وبيحطوا بعض القواعد والقوانين اللي بتحكم الممارسه المهنيه بتاعتهم. وزي ما احنا شايفين كده الفقره في الدستور ده اللي هو بتاع الشير ديسيجن ميكنج، ان قال لك وهاف تو كونسيدر فور بوينت، يعني اوقف دايسيس او اكوت كيدن انجري او سي كي دي او انستيجن زيز بيشن فور هوم دايسيس كانوت بي بروفايدد سيفلي. لما العيان عندي انا مش قادر اسيطر عليه يبقى ما ينفعش. تمام؟ وقال كمان برضه زود عليها ان الناس اللي هم اللي عندهم سيفير هاي بوتنشن، ففي بعض الحالات ستارت دايسيس مع 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 بلاد بريشر 60 40 تعملوا تعملوا دايسيس ازاي؟ فانت هنا بقى في عندك لما اجي اتخذ قرار انا بقول يا جماعه انا بستند القرار بتاعي ان انا اوقف التسييف للعيان نظرا لان في سيفتي واوضحها واقول فريق ده مثلا عنده كذا ولفتره من القانون، بحيث يجي يتناقش معايا انا كده دايركت بالقانون بيحميني من اي حد يبقى في كونفليكت معايا. الكيس الثالثه دي ومعلش اتكلم عربي كتير لان انا لو اتكلمت انجليزي في كلام كتير احنا مش ما هوش كومن معانا فممكن يبقى مين ميس يعني. ودي برضه مشكله لوحات الغسيل، واحد عايز يفتح مروحه والتاني عايز يقفل. القصه هنا واحده في ميد بيشنت اول ما جت قامت ايه؟ قافله النور. تمام؟ لان النور ده ليز يعني غير واحد راجل قال لك افتح نور انا ما بشوفش. وبقى في مشكله وحصل اتراكشن بين الاثنين، حصل نزاع شديد جدا. وبعد كده الناس اللي باقيين في اثنين بيشكلوا انت كده بتاثر على السكه بتاعت ناس ثانيه. الناس الثانيه بدات تتضايق. تمام؟ في الاخر خالص القصه اتحولت المريضه اللي هي الاجريسيف ديت ان هي بداوا يخسرها في مكان خاص غير الوحده اللي هي بيبقى فيها اكتر من مريض يعني سموها اكيوت كير يونت. زي ما اتفقنا قبل كده ان المريض اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو بيبقى عنده مينتال ديس اوردرز او عنده بعض السايكاتريك ديس اوردرز وهو بسبب كده هو بيتعامل معانا في الانزايتي وديستركتيف بيهيفير، واتفقنا قبل كده ان فيها اسباب كتيره جدا. وبناء على ذلك ان الهوستيليتي او اللي هي الكراهيه او الاجريسيف بيهيفير ما دي مانيفستيشن اوف اندرلاين سيكياتريك سيمبتومز زي اللي عنده بارانويا زي السكيزوفرينيا اللي احنا قلنا عليها قبل كده ودي تبقى معاها ديليريوم. واتفقنا المفروض يكون في عندنا نوع من انواع الكوشن في العلاج ايفن حتى لو انا بجهز عيان الزرع لو عنده سايكولوجيكال ديس اوردرز اي هاف تو بوت ان مايند ان الاستروز اللي هو هياخدها هتساعد على حاجه زي كده هتساعد على السايكوز اللي هو يكون موجود عنده. بسرعه كده هتكلم عن البارانويا، طبعا هي هو ده كده احنا بنتكلم سايكاتريا مش هتكلم تفاصيل، لكن بعض الديزيز بعض الديزيز اللي هي ممكن يعاني منها بارانويا سكيزوفرينيا هي الاستاذ اللي موجوده من اقراها واكثر من اقراها لانها تستفيد في التعامل مع العيان اللي هو على الدايلسيس. في باي بولر ديس اوردرز، في النرجسيه عضله النرجسيه ان عيان عنده جرانديوزا وعنده سيلف امبورتنس، في الاوبوزيشنال ديفيان ديس اوردرز، في الكونتاكت ديس اوردرز. دي كانت حاله بقى مش مشكله مع العيان، مشكله مع المرافق اللي معاه اللي مصاب بنخش في الوحده ومعاه السلاح الشخصي بتاعه وازاي عالجوا حاجه زي كده وخدوا قرار من الجهه التابعه لها العمل انه يقعد جوه وحده الغسيل لانه كان المريض اللي معاه كان عنده ديمنشيا انه يقعد من غير السلاح اللي معاه. دي برضه في خلال وحده الغسيل زي ما اتفقنا ان احنا لازم نعمل حاجه اسمها ديفيوزنج، بجيب لجنه فقر المنازعات ده في الوحده مهمه جدا ان انا اجيب عند الناس اللي هم عندهم جود كوميونيكيشن، الناس اللي هم عندهم خبره كويسه، والناس دول هنخليهم شغلتهم بالاضافه للشغل العادي بتاعه لما بيحصل نزاع جوه وحده الغسيل بتاعتي المفروض الناس دي بتتواصل مع المريض وتشوف ايه الحكايه بتاعته، قد يكون معاه حق قد يكون عليه حق، وبالتالي الموضوع ده مهم جدا يبقى موفر عندنا في الوحده. برضه ان قالوا لازم يكون في صندوق شكاوى جوه وحده الغسيل، وصندوق الشكاوى ده بيوصل للشخص المسؤول عن الوحده اللي من خلالها المريض بياخد حقه اذا كان له حق زي ما اتفقنا، والمريض لازم يعرف ان الشكوى وصلت لمدير الوحده اللي هو ممكن في بعض الامور في بعض الاوقات ما يقدرش يتقابل معاه. وزي ما اتفقنا قبل كده ان في معظم الناس دي عندها سايكاتريك ديس اوردرز انا المفروض اعمل له ريفيرال
او ان انا اجيب الدكتور بتاع السايكولوجي او بتاع السايكاتري يتابع الحاله معايا عشان ده في الاخر هو موجود كويس مع العيان. ولازم يكون عندنا ثقافه الاعتذار. برضه هنا البيبر دي منشوره في 2008 وكان بتتناول دور الميديكال دايركتور وايه الثقافه بتاعته، هو مش علم بس، ده لازم يبقى ملم ببعض القواعد والقوانين زي ما احنا اتفقنا في الـ في الـ في الـ في الـ في الار بي اي اللي هي الميديكال شيرنج، انه يبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي ومن خلالها يبدا ياخد قراره بناء على قواعد وقوانين بتحكم الشغل بتاعته. ودي الريسبونسبيلتيز اللي هي المفروض يتمتع بها الميديكال دايركتور. وان سامري وي هاف تو كرييت ا كالم اند جريتفول انفايرمنت، مكان صار مكان مبهج مش مكان قتيل يعني. وي هاف تو اديكيت الدايسيس ستاف اباوت كيرنج اند كوميونيكيشن سكيلز، مهمه جدا. وي هاف تو بوت ان ذم مور اويرنس اند اندرستاندينج مور كومباشن، لازم ثقافه العفو والقبول بالاعتذار والحاجات اللي زي كده. How to work with mentally challenging individuals، لازم يبقى عندنا الثقافه دي. وكمان we have to train how to work with difficult situations. More support for the staff and the patient. الدور بتاع الميديكال دايركتور ومعرفته بالقوانين والقواعد بتحكم الشغل. We have برضه the conflict resolution is a team effort, effort and the quality of care issues. وكمان we have to establish a committee to deal impartially يعني بعداله with destructive patient. في الاخر معلش احنا في ابتسامه كده صغيره ولا طائر بينكم على النت، طائر الباز ماشي كده عنده حته عنكهيه شويه. شكرا جدا. شكرا. طب في اسئله بقى خمس دقائق. حاجات جدا ان احنا خلصنا حاجه زي كده وحسين الكورسات بقى فيها حاجات بجد زي دي والبريكنج نيوز اللي رايح الحاجات دي بجد والله عايز اسيب بيها في السؤال. طيب السؤال دلوقتي ازاي اخر حاولنا نجيب عندنا دكتور سايكاتري البريشن من غير حتى ما اعرفه ان هو دكتور سايكاتري مظبوط، بس البريشن برضه عندنا قلقان اصلا يعني واحده موجوده في العالم هي عندنا في الوحده بتاعتنا، بس عارف احنا عندنا مشاكل الناس بتشتكي لها يعني. انا شغال فين؟ زي الجو ده الدور بقى بتاع الشباب، احنا خلاص احنا ده الدور بتاعنا، ان في حاجات بتبقى تريتر يعني ما هياش بنوك. احنا حتى اندايركت ان احنا يعني الدكتور سكاتري حتى يبقى اندايركت موجود في شباب. هو في ريسك منه، احنا المفروض نحط زي ما اتفقت معاك نحط قانون، وده برضه هيبقى دور كنتوا، احنا خلاص التيم بتاعنا خلاص. لا لا اقول له وقف. انت بسيطه جدا ازاي دخل الدكتور سكاتري الواحد؟ هو انا في بعض الناس مثلا في الجزائر، والجزائر دي مش امريكا ولا اقول لك كل عيال الغسيل بيدونها الانتسيس هي الدبريسن او الدبرود اوف فايروس. فالدبريشن ان انا عامل انا داخل السيكات ازاي عندي الدبرود ده؟ السيكات لازم يبقى موجود في الوقت ازاي زي السوشيال وركر وزي الدايتيشن والكلام ده. احنا بنعمل بشكل عادي موجود. يعني الناس بتتعود على شكل بس عشان بس عشان احنا عندنا حاجه اسمها كواليتي اوف لايف، وعندنا حاجه اسمها ديبريشن، وعندنا حاجات اسبنس كلها سيكاتريك اسبنس كلها بس. لو انا بجيبه كل شويه حتى ان شاء الله في الابحاث وقعد نديهم عشان القصه دي تعالوا عشان نعمل ابحاث في القصص دي، يجوا ياخدوا هم الكوستشنير ويقعدوا، فما يجوا يقعدوا كل اسبوع مليار او كل او فاميليا، فما يجي الدكتوره ولا الدكتور اللي موجود ده يجي يمر ما حدش حد بيستجيبه خالص. حاول تتعاون مع الناس وما يجي مره، لكن انت ما هي المشكله بقى انك انت تفرض وما شافوه ما يبقى فيك انت من الطب. هو بس بيبقى عندهم معلش بيبقى عندهم الكونسيبت ان انا المفروض اعمل كل حاجه. يعني هو دايما ده لو جاله بريدنج بالرسم لو جاله اي كومبلين حد بيجي على الروح ده انا تعبان البرايمري انترنشيب بتاعه تمام. انت بتعمل كونسلتيشن يعني الدكتور احمد برسون لما كان بيحضر بتاعته قال ان المفروض ان يشوف عيال داليسيس ده لو جاي بروبلم مالهاش دعوه بالداليسيس الريسبشن يبقى له اوت بيشن كلين خاص بيه، لان انت كدكتور عارف الغسيل ممكن تتعود عليه بشكل كده ما تعرفش تجيبه اصلا. السترونج جاز السيرفيس دي مش موجوده، انت في النهايه الجي بي بتاعه.
او البرايمري فيزيشن مسؤول عنه في اي تخصص. لو واحده عاوزه تولد، واحده اتكسر، واحده مش عارف ايه، انت الكونتاكت سبيشالست دي طبعا خلاص بيقول انا اعمل له كده خلاص تاني. هي دي بص يا دكتور معلش بس شوف، هو الجزء في جزء كبير دكتور طارق طبعا مشهور مشهور يعني الموضوع نفسه موضوع مهم جدا واثاره وموضوع محتاج فتره من كده كمان. القصه ان احنا جينا بالاسب بتاع المريض، الاسب بتاعنا كبير. ما كنت لسه هسالك طارق السؤال في القصه دي. الاسب بتاعنا كبير يعني ايه؟ دكتور حسين قال سوشيال وركر عيان بيجي من قريه بعيده عن الجامعه مثلا بالزقازيق وبيجي مش عارف يلاقي مواصلات، بيجي اريتيتد وبيجي اندر ستريس، بتقص منه من الساعات اول ما حد جاب مهاب في وشه. طب بس ما تقسمش لو المثال ده لو تقسم لك القصه دي، لان كان سيناريو عندنا دكتور طارق استاذ في الازهر سنه 67 سنه بيجي يغسل الشيت الثاني، المريض اللي قبله عيان من القاهره وشاف كتير عندنا عاجبه مش عاوز يروح حته ثانيه لسه في علاج وتحاليل وكل حاجه. لا لا فبيجي مواصلات لواحد ثاني، فبدل ما يجي 8 لو بدات الشفت بيجي الساعه 9 الموضوع. انا صاحب يعني مدرسه لا ما اتخصبش وقت، الحكيمه دي تقول لك الوقت والمكنه تحاول امتى والعيال الثاني دي بيعمل مشكله جدا اللي بعده. فالدكتور جاي يقول لي يا دكتور حسين انا باجي كل يوم بقعد لي ساعه للشخص من الوقت. قلت له انا خلاص اقتنعت بعذره وانه في استحاله يجي في يعني ده مريض ما هوش مرتب ومش مستعرض لكن هو مش هيقدر يجي كمان. فانا اقول لك على حاجه قلت قال لي قلت له بقول لك ايه؟ ايه رايك بقى لما اجيبه انا الظهر؟ اقول له براحته بقى وانت تجي لي الساعه 8 الصبح. الدكتور في اول متابعه له في اول جلسه له في المعالج دي كان الساعه 10 وربع. الثاني كان بيجي الساعه وربع قلت له شفت بقى ما تعذرك خلاص ترجع مكانك تاني وما عمش اسمع صوتك. معلش انا بحترمك جدا وحضرتك استاذنا والفقيه وفوق دماغنا لكن انا ثلاث اربع ساعه لو خططتهم من جلسته الراجل ده مش هيعرف ياكل ولا يشرب ولا يعيش. فدي بتبقى فرق هنا القصه مختلفه عن واحد اتدلع واتاخر. بتدلع واتاخر اعمل له استراتيجي بس احط في حسبان ايه؟ يعني عندنا بعض الدكاتره وما انا مش موافق على التكتيك بتاعه بدي اوامر فرمان يا بنتي بيجي متاخر قسم جلسته وما بيتكلمنيش بدون ربع ليل عشان يتعلموا الادب. ففي ناس ثلاث جلسات ممكن ناس تخلص جلسه وتصاب ناس عندهم زيرو فانكشن فبالتالي المستفيد من هذا الكلام فممكن يفوت شويه بشويه لو سبت لاعب اندر باليسس ودخلت في مشكله. فلازم نبقى حريصين يعني احنا نظبط قدام احنا جدول ان سنتر او انا جدول مرتبط بناس احاول اشد واخد وابقى حاطط في دماغي كتير لازم ياخد جلسته بس العبه بقى في المواعيد تعالى مش عارف جلسه المواعيد بالشكل ده بس لازم احطه في دماغي ايه ما سهلش القصه ولا اقسم بوقتكم خالص. الفكره دكتور حسين ان انا ببقى دايما ضد المريض في مشاكل بسيطه جدا ممكن حلها. انا هسالك سؤال، مرضى الشفت الثالث عندكم بيصرفوا الدواء ازاي؟ ازاي؟ مرضى الشفت الثالث بيصرفوا الدواء ازاي للصيدليه؟ بيجوا يوم مخصوص الصبح سكوبيل درونج ده خطا لانك انت بتحمله يوم ثاني بيجي ثلاث ايام في الاسبوع ويجيبه مره كمان في الشهر عشان يجي يحلل ولا يجي يشوف حاجه ولا يجي كمان وبعدين يجيب دواء. طب ما انت لو انت حس لو المريض حس ان انت متعاطف معاه وانك في صفه حتى لو حصلت ميستيكس هيبقى في صفك وهيساعدك. يعني انت لو جمعت الدكتور جه مرض المرض وكتب الدسكريبشنز وحد من العمال او حد راح جاب الصيدليات بتوزع عليه في الشفت الثالث، ايه رايك؟ هل ده مش هيحسس العيان اللي يجيب له ممكن ولا لا؟ يديله. يبقى انت لازم في حاجات بسيطه جدا بتبني في الوحدات لو الطبيب يسر على المريض المريض هيسر عليه. هي برضه مش مروحه يا سيستم يعني انا اديله صيدلانيه من غير يصرف له في مصر هو دور اصلا مش موجود هو بيزرع في مرة مهمة جدا هي حتى انا طبعا اهتم معلش يا جماعه عناوين انا تحتها معلش عشان عنصر الوقت. جزء كبير جدا تحليته من ليسننج للمشكله. صحيح؟ جزء كبير جدا تحليته تقريبا لما سمعت وتواصلت مع ده ومع ده انت حليت المشكله بالظبط كده ودي المشكله احنا بنفتقدها في الممارسه بتاعتنا وهاف تو جيف تايم ان انا اسمع. وعلى طارق قال لي حاجه جميله قوي لعب الفضل من ساعات داخل واحد بس احنا ساعات بنعملها بمجهود فردي يعني مثلا انا راجل كونسلتنت تمام؟ فمزاجي حلو مش ستريس بتاع الريزيدنت ولا بتاع فممكن هو يبقى الشكل معين وعين قال لك الدكتور ده انا ما اعرفش عاوز امر عليه والدكتور بي اس بي 70 وهو ما ينفعش وده مش مستوى مركز الكلى ممكن تحصل حاجه زي كده
وبتاع الناس اللي بيربطوني يقول لي افهم منه ان العيان اصلا غلطان. تمام. بس انا الاعصاب عندي وانا عاوز الدنيا تمشي. فبقوم واخد مش هو خلاص هو عارف من سابق تعامل ان انا ايه يعني ان في علاقه كويسه وان الدكتور حسين مش عاوز يزعله. فباجي اقول له تعالى ثق بالله والامن في الله انت وقطعت فيها ملايين قبل كده كده. فتلاقي ايه؟ بدا ايه؟ وانت بتعمل قصه ان انت تظبطه بس بالراحه. فهي قصه ما محتاجه بس ساعات بيبقى التيم اندر بريشر من ناس عندها ستارت اب دايما. يعني واحد يقول لي الموضوع انت بنت سكين كام؟ او المثال اللي قلته انا امبارح يروح يمسك جسمها مثلا ولا حاجه يعني انا عيان بغسل وكشف في دم راح للمخ. طب مش دم راح للمخ تروح تمسك في حاجه ما هو ساعات هتلاقي طلع قانون تايتل ان لما يبقى في ريسك يبقى ده المفروض يبقى ديسشارج من الواحد. بتعمل تقريبا هنا بتعمل اسسمنت للريسك وفي نقطه مهمه انت قلتها يا دكتور ان انا اشوف هل في سبب طبي وراء هذا الديستركتيف بيهيفير ولا لا؟ مفهوم. يعني افرض الشخص ده عنده الكرويت سيرفس هايبر كالسيميا، عنده صدور هيماتوما، عنده سيبسس. مظبوط. اندر دايرايز تطور في انابسيش الفوسفور بتاعه 500 والكرياتين 1000 والبوتاسيوم يعني ده واحد من فساعتها ممكن ياخد يعني اديله فرصه انا اخر كيس سيناريو شفتها المريض المشرفه بتديله الميعاد لان في الاول بيشنت كلينيك بس كتير مش دارس بتديله معاد بعد كذا انت بنت 60 كلب وتقف على وتدفع عليه. يعني ده انا اول مره اكتشف ان احنا عندنا شرطه تامين المستشفيات لقيت اربع عبادات جايين جايين يقبضوا على المريض. فانا شفت راجل مهذب المفروض يعني بس هايبر تنسف وسي تي دي 34 وتريمورز وبتاع وشكله ما يصورش بس هو خلاص عمل كده. وانا سمعته وانا قاعد في الاوضه وبشتغل. وهي قالت له بقى ايه انت بتعمل كذا انت راجل ما تردش ولا متفق عليه. فاللي حصل هم جايين ياخدوه قلت لهم بصهم هو اخطا انه ما جاش اشتكى هي اذا كانت معلش ما زعلش مني يا استاذ كذا انت اخطات لان انت ما جيتش اشتكيت. انت كنت بتشتكي من بره انت بتشتكي من اللي هو لسه بشتكي من نفسي. لكن بنت الست الموظفه اللي عملت لي اخطاء. فخطا قصاد خطا متشكرين لك يا فهي بتقول لي انت ما خدتليش حقي وانت اللي بتخلوهم يتكبروا وبعد كده مش عارف يمشي المستشفى. قلت لها انت الحل السليم 100% ان هم ياخدوك وانت توقف علامه المنفصل. فانت خلاص اعترفت قدامي ان انت اشتغلت انت ما تربيتش وانت مسكين كلب وتكفيك عليه. خلاص. انا وصلت المستشفى وهم ياخدوها يقعوا فيه. فساعات القصه بتبقى فعلا خارج يعني بتقول لك انا جاي اشتكي من ابويا وامي وبرضه في ناس ممكن تلاقي ناس كده. انا فاكر مره بيشت بنعمله بالشارج يا عم روح لا لا الكرياتين عليها شويه كان ترانسبلانت. يا عم روح هو انت كرونيك دي كرونيك تشينجز واحد من 10 من 10 مش مشكله مع ان احنا نعمل قال لا سيبني عيد التحليل بكره. فقعد عشان عيد التحليل بكره. عيان ثاني فجاه بالليل قام راح نايم فوق. ومسكه عمل لي يقلع في الدوم. فالراجل ده نزلناه الاي سي يو وعملنا وقت اقل في منتهى ان هو كان عنده فانجل انفكشن فانجل انجري خلاص اللي هو الرايت العيال عمل سطر بيرن انت لو كنت قلت له روح في تاني يوم الصبح اللي طالع قدام التلفزيون مستني كده انا عاوز اعمل ايه بقى اصلا مره عيال عندنا شافوا الدكتور بالنسب بعد نزل قال له دكتور مش عارف ايه كذا عشان ما عملتش حكايه فعلا جاب تليفون مش عشان يكلمه يسال ده عشان يبقى توست وفي احنا عاملين جروب على الفيس عشان هي قصه صعبه وفي مشكله كبيره بعد الزواج معلش الكيس الاولانيه خلاص احنا ما حلناهاش الكيس الاولانيه اللي هو البنت المنتري هو طبعا قلت لك الشير اللي جبت لك ميك ديسيجن اللي هي بتاع دي ما فيش انا نوبي هاي وي هاف وهاف تو فور جوين باك لان هي ما يصير تقول لك بتشيل الديدلاين وبتشد البتاع انا بتوش مثال بتاع الست بتاع السعوديه امبارح 100 سنه وعندها جليشيا وبوس كيدني وترشمان في البروسس وطبعا الهوماسي والشبه جاي عاوز احسن لها الشبه عنده 85 سنه ابنها بس الامانه في فرق برضه عشان برضه هي مش واضحه بس في حاجه اسمها البوست ريسكيو ان انا طبعا
تبع الفريق يتابع الثالث الفريق بتاع المانج بتاع الاتحاد الرياضي. ده مش ممكن عشان اوقف قرار غسيل لان عايز ابني الاتحاد مش ممكن يصنع ويرجع بعد لها فريق عمل ثاني بتبقى زي القواعد. الى هنا يا باشا مشكور جدا. موضوع كبير جدا. المفروض احنا شفنا الكلام ما بقاش بقى ايه؟ ايضا كلمه يعني لا ايه وكسر يعني دول بس مش هنتكلم. شكرا. شكرا.